البنت دي عايزه اطمر رقبتها يا اخويا يبقى تصدقني. يا لهوي نودي وشنا فين من الناس؟ نقول لهم ايه؟ البنت ما رجعتش لحد دلوقتي؟ نقول لهم ايه؟ البنت ماشيه على حد لشعرها؟ بقول لك ايه؟ كلمي مراد بيه يمكن يعرف هي فين دلوقتي. مراد بيه؟ اكلمه اقول له ايه؟ اقول له البنت مش معبرانا؟ يا لهوي انت عايزه يا اخويا يخاف على سمعه المحل ويقوم طاردها؟ امال ايه؟ وتقعد في قرابيزي هنا في البيت ونصرف عليها؟ مش كفايه ان انا مستحملاها؟ متولي البيت دي ملهاش قعد في بيتي من النهارده. يعني ايه؟ يعني اللي يقعد في بيتي يا حبيبي لازم يسمع كلامي. يا اما تروح تتلقح تشوف لها حته تانيه تقعد فيها. انت بتقولي ايه؟ ده بيت ابوها. بيت ابوها ومفيش حد في الدنيا يقدر يطردها منه. بيت مين يا الدلعه دي؟ الشقه دي بتاعتي وعقد الايجار باسمي، واللي يقعد هنا يا حبيبي يبقى يمشي على هوايا وعلى مزاجي، وان ما كانش عاجبك روح انت كمان شوف لك مصيبه تشيلك تروح فيها. انا قرفت منك ومن بنتك كاتكم القرف. معلش بقى على سعيك يا لام، بس انت اللي اخترتي استحملي. يا سلام، يعني انت شايفني عروسة عدلة قوي؟ بس انت زي القمر يا ليلى، طول عمري بشوفك زي القمر. والله انت صعبان عليا بعد صبرك ده. عريس اي كلام كده؟ طب تصدق ان انت احلى عريس شفته في حياتي؟ عندك كلها كذب. طب والله العظيم ما بكذب. الله بالراحة بالراحة بالراحة. لا لا تمام، انا جامد على فكرة، بس زي ما تقولي كده بس بتدلع شوية. انا عارفة ان انت جامد. تعرف ان انا كنت ببصبص لك من تحت لتحت؟ والله العظيم فاكر اليوم اللي جيت قلت لي فيه تعالي من اصحاب؟ ما صدقت، قلت الواد ده بيرسم عليا بقى وكده. بس بصراحة فرحت انا، بس اتكسفت قوي ومعرفتش اعمل ايه، وخفت اجي اقول لك تعمل فيها ابو الرجاله بقى. انت مصدره لي الوش الخشب. بس انا فرحت قوي ان احنا اتجوزنا، ما صدقت ان اللي حصل عشان تبقى معايا. ليلى انت مش محتاجه تكذب عليا، انا مبسوط باللي حصل. ليه؟ مش مهم يسأل. وانا مش عارفه ازاي اقنعتك انك تتجوزني. بص بقى، وانا صغيره لما كنت كده زي البنات بحلم ان انا اتجوز، كنت مقرره ما بيني وما بين نفسي ان انا يوم ما هتجوز هخلي جوزي ده قاعد في البيت، هخليه يتهبل ويتجنن وما يسيبش البيت لحظه، يلزق فيا زي اللزقه الانجليزي. معلش بس هو ليه كل الناس لما تيجي تقول لزقه بتقول لزقه انجليزي؟ يعني ليه مش بيقولوا ايطالي هولندي؟ اشمعنى انجليزي؟ مش عارفه، هم قالوا لي كده بقى. ما تغيرش الموضوع، على فكرة مبسوطة أوي. دي بقى ماما الله يرحمها. تعرف إن أنت فيك شبه كبير أوي منها؟ هي ماتت وعندها 35 سنة. يعني تضايقيش، هي ماتت من زمان. ابويا وحشني قوي زمان، مراته دلوقتي مطلعه عينه ومرزياه. هو اللي اختار. صوته طيب قوي وهي حربايه.
بص يا ليلى، انا عايز اعلمك حاجه. مفيش حد في الدنيا دي بيضحك عليه غير اما يكون هو اصلا عنده استعداد لده. يعني باباكي مثلا، باباكي لما جه يتجوز الست دي اكيد كان شايف ايه الحلو وايه الوحش فيها واختار. عليه بقى ان هو يتحمل اختياره ده. اوكي، انا عارفه هو اكيد كان عارف من الاول كل حاجه، بس انا مش عارفه ايه اللي مخليه مسحور كده، عامل زي الخاتم في صباعها. طب وانت هتعملي ايه؟ في ايه يعني؟ انت بقيت بره البيت وهو ما يعرفش عنك حاجه، هتروحي وتقولي له ان احنا اتجوزنا؟ لا طبعا انا مش هرجع هناك خالص، انا مش عايز ارجع ولا اشوفهم. ده هي تلاقيها ما صدقت ان انا خرجت. طب وتسيبي مرات باباك يعني تفضل تهينه وتذله زي ما انت قلتي كده؟ انا مش عايزه حد يعرف عني حاجه، ولا عايزه الحركه كلها تعرف عني حاجه، ولا عايزه ارجع هناك خالص. ما ينفعش. صدقني يا ليلى، الدنيا دي ما تسويش ان احنا نضايق حد بنحبه او ليه معزه في قلبنا. ساعات ما ببقاش فاهمه كلام اللي انت بتقوله معناه ايه، بحس انه صعب، بس ببقى مصدقاه، عشان كده هعمل اللي انت بتقول عليه.